حالة من الترقب وانتظار الجديد، هذا هو حال سوق السيارة اليوم بالبياض عقب قرار رئيس الجمهورية فتح الاستيراد لعلامات سيارة جديدة ما كان له وقع على بورصة الأسعار، سواء البائع أو المشتري اللذان ينتظران بشغف ما سيسفر عنه القرار من انخفاض في الأسعار الذي لمسه العديد ممن تجول في سوق البياض، خاصة فيما تعلق بأصناف السيارة الأكثر مبيعا. كما السامبول رانا كنا نشرو فيها السامبول هاي وينها 2017 184 لقيناها 225، السيد اللي باه يشري عطاه 30 ومازال قالنا بعيد. من افلو جينا السوق تاع البيض ان شاء الله مازال ما ساومولناش على باب ربي. واه الناس تساوم بصح الشري والبيع ما كاش. عندي سامبول ايوا الاسعار راه في 202، الشاري حاضر صغرها شويه قول يا قالي بصح البيع ما كاش. انا جينا اليوم سوق البيض، الاسعار هذه راها ناقصه اليوم كاع وحدها، المشتريه ما كانش، الاسعار كانت قبل زايده بزاف، مني راها دخلت الشيري هذه راها نقصت شويه نقصت. ويأمل العديد من الراغبين في اقتناء السيارة الأمل الكبير في قرار رئيس الجمهورية أن يعيد الأسعار إلى طبيعتها لتصبح في متناول الفئات المتوسطة، ولما لا في شراء سيارة جديدة بأسعار تنافسية.